ليا رسائل الوردية وأيام فحص مجانية دعما لحملة شهر التوعية لسرطان الثدي من قبل الجمعية السورية لأمراض الثدي التي لها دور كبير في توعية السيدات تجاه الكشف المبكر عن هذا المرض. للحديث عن هذا الشهر وما فيه من محطات معنا المهندسة سامية الكنج نائب رئيس الجمعية السورية للكشف المبكر عن سرطان الثدي. يسعد صباح صباحك وأهلا الخير، وسهلا أهلا فيك. وسهلا فيكم. أهلا وسهلا أهلين، أهلا فيكي. وسهلا، هلا. يعني بالبداية خلينا نحكي أيام قليلة بتفصلنا عن تمام ختام الشهر تمام يومين الوردي، باين. باقي يومين تمام، لختام الشهر الوردي. السنة كيف كان؟ حالات الوعي كيف كانت؟ تمام. حالات الكشف المبكر كيف كانت ضمن نطاق الجمعية؟ يعني الحمد لله في إقبال منيح، وهي الميزة إنه الحمد لله عم يصير سنة عن سنة عم تنتشر الفكرة أكثر وعم توصل، يكون والناس في عم وعي تتقبل أكثر. الفكرة إنه تروح تعمل تصوير الماموجرام من قبل وتحمي حالها. هي يعني الحمد لله إنه صارت الرسالة واصلة تقريبا لكل العالم، فيعني في إقبال منيح، وإن شاء الله. بس إحنا بنتأمل من كل السيدات ما يستنوا، يعني إنه اللي عندها مشكلة أو ما عندها مشكلة حتى على 40، في مراكز بتقدم خدمة مجانية يعني كل السنة، مراكز وزارة الصحة، وفي مراكز بأسعار رمزية كمان اللي مستوصفات هلال الأحمر أو غرفة التجارة، فيعني ممكن يستغلوا الفرصة كمان كل السنة. سيدة سامية، كان لك تجربة بالكشف المبكر عن سرطان الثدي، تمام. خلينا نحكي عنها. كيف كانت التجربة؟ شو أصعب مرحلة مرقتي فيها وأحلى مرحلة؟ خلينا نحكي عن تجربتك من الأول تمام. للآخر، كيف صارت؟ هلا أنا تجربتي إني أنا من حالي إنه لأنه لما كنت كنت عايشه برات البلد، لما كنت بسوريا انا ما كنت اعرف شو يعني ماموجرام، مثلنا مثل كثير ناس. انا عم بحكي الحكي انا بال 2000، يعني وقت انا اكتشفت حالي انه عندي كشف مبكر عن سرطان الثدي. لما كنت بسوريا ما اعرف شو يعني ماموجرام، ما كان حدا يحكي. احنا هذا اللي عم نحاول نوصله كل الوقت، انه نوصل فكره شو يعني ماموجرام وشو اهميته. فبس انا لهنيك يعني بالبرة بكل دائما بياكدوا انه اول صوره على 35 هي مرجعيه، ثانيه على 40 بكتير، بكل العيادات بتلاقيها مثل بوستر موجود. فعملت الصورة فطلع عندي كانت بداية انه يا تكلس او بداية سرطان. كان ممكن انتظر 6 أشهر او بعمل خزعة، عملت الخزعة ما كنت حابة اخر الوضع، وبعدين طلع عندي انه لا على الاغلب سرطان. عملت جراحة بس الغدة اللي فيها هالتكلس، فطلعت بداية سرطان. هلا انا الحالة المثالية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، هذا اللي عم نحاول نوصل له، او حتى شوي اذا اكثر ما عليه بتلحق حالها. هلا انا اكيد بالاول لما قالوا لي انه بدايه حالتك سرطان النفسية، تمام، حكينا عن فيعني دعم بلش أهلك كل الافكار والمجتمع تجيني إلك. انه انا اولادي لسه صغار، انا شو بده يصير فيهم، شو بده يصير بعائلتي، شو بده يصير باهلي. يعني مثل العاده كل الافكار اللي بتجي للواحد، انا ممكن اعيش 5 سنين، بلش فكر انه ده حيصير عمر اولادي هالخمس، يعني كل هدول مزبوط. القصص. بعدين انا الحمد لله عرفت حالي انه انا لاني كشف مبكر انا رح ما حيكون عندي هالتجربه القاسيه. هي كانت الشغله اللي كثير مفرحه، انه انا بس حكون معتازه لعلاج هرموني ل5 سنين لقلل نسبه الاصابه، لانه اذا نحن نقول كل 8 سيدات سيده بتنصاب مثل حالتي، 4 سيدات بالنسبه ل4 سيدات بصير سيده بتنصاب. فانا ما اعتزت علاج كيميائي ولا شعاعي، اللي هذا كثير شغله مهمه بالكشف المبكر. اعتزت اخذ الدواء الهرموني 5 سنين، على 5 سنين الدكتور قال لي خلص ولا يوم بعده. الحمد لله تجاوزت مرحله الخطر. طبعا بهالفتره انا كنت عم تابع كل 6 أشهر ماموجرام لاول سنتين، بعدين كل سنه، ومن وقتها لهلا كل سنه، والحمد لله اموري بخير. هلا لهلا مش عم ما حدا يقول انه هي هلا لهلا انا لما بيجي وقت الفحص تبعي اللي هو كل سنه برجع، يعني انه ايه تعيش بكون الحياة. رايحه، يعني انه شو بده ممكن يكون. بس الحمد لله بعرف انه انا اذا عرفت رح اعرف انه انا بلحق حالي، يعني هذا اللي نحن عم نحاول نشجع. هلا انا الشيء كثير منيح اني انا خففت على حالي معاناه الكيميائي والشعاعي. الحمد لله. الحمد لله، يعني تماما هذا اللي عم نقول انه نحن بهالمرحله اللي مكتشفه مبكر رح نريح حالنا كثير، مريح حتى ماديا، او حتى اذا الدوله كمان عم تتكلف ماديا كثير على كمان بالمجاني، لانه كان الكيميائي او الشعاعي. فنحن حابين نشجع على القصه، وما يعني نحن دائما بنقول، في ناس بيقولوا لنا ما بدنا نقول كلمه سرطان، فنحن لا سرطان. هلا انا طبعا حالتي كثير بسيطه بالنسبه لغيري، معنا بالجمعيه سيدات شافيات بدرجات متقدمه باحجام كبيره السرطان، فبنقول نحن شافيات وعمرنا صار كذا سنه صار هالمرض معنا، 20 سنه و15 سنه،
وما بدنا نخاف منه، بدنا نواجهه. اكيد بعد هدف الجمعيه هو نوصل هالرساله وما نقول انه هلا في ناس كمان مشان بس اي اخر شيء انه بتوجع الماموغرام، فاول شيء ما بوجع الاجهزه الحديثه، ولو هاللحظه بس هي حتحميكي، هي لحظه حتحميكي، حتحميكي من مشاكل كثير كبيره اذا ما عملتي هالصوره. ست سامية، كثير بنشوف سيدات خلص بصير عندهم سرطان وبينشفوا، بس هن خلص بيستسلموا للمرض وبيستسلموا للواقع. اليوم تمام. حضرتك غير انه انت الحمد لله مثال للانثى الناجيه من السرطان، ايضا انت انثى فعاله بحملات توعيه بحاجه لها اليوم. تمام. سيداتنا، الرسائل يلي بتحبي توجهيها للسيده يلي تستسلم للمرض وبتستسهل، تمام. للسيدة اللي بتعرف وما بت ما بتقول لحدا وبتقعد لحالها ناطرة الموت وبس. يعني هذا احنا يعني هذا من خلال حكينا انه اذا انت هربتي او استسلمتي بالعكس يعني انت حتخسري واللي حواليك حيخسروكي، بس اذا واجهتي وحكيتي ليش يعني ليش واحد لحتى ما يحكي انه عنده هالمشكله، لانه بهالحاله هو يقوى واللي حواليه حيقووه. يعني الاستسلام بالعكس هي حتخسر من كل النواحي، وليش تخبي؟ يعني ما أنا شغلة لا غلط ولا حرام. هلا في ناس واحدة هذيك مرة عم تقول لي بخاف احكي واللي حواليا يعاملوني كأنه معي وباء. طب ليه معه وباء؟ ما هي مرض مثله مثل اي مرض ثاني، حتى هلا يعني انه نسبة شفائه كثير عالية 97%، وهي يعني اسهل ممكن من مرض اي مرض ثاني، ممكن نقول قلب او سكر او اي شيء في شفاء تام. ست سامية، عم نسمع سمعات انه جوزي ما عاد بده ياني، عملت العمليه ما عاد بده ياني، هون شو دور الجمعيه؟ هل بتحتضن هيك سيدات تمام. استغنى عنهم مجتمعهم المحيط؟ يعني نحن بنحاول قدر الامكان السيده اللي بتلجأ لنا نحاول ندعمها نفسيا، نشجعها، ونحاول حتى اذا كان في عائله مثلا ما كانت كثير متعاونه معها نقول لها انه دورك كثير مهم، لانه الدعم النفسي كثير شغله مهمه. أكيد. دعم العائلي، دعم الأسري، انه تكون محامه. هلا يعني من فتره بمحاضره واحدة حجه بده جوزها بده يتركها، قال انه انت خفت تعديني يعني فهي واللي قاعدين بمحاضره، فهي قالت انه وشوشتنا انه يعني حدا انه قولوا للسيدات الموجودات انه هي المرض ما بيعدي، انه صاروا خايفين منها. فيعني هي للاسف الفكره السيئه، بس طبعا هي حسب نفسيات كل واحد. بس بهالسنة عم بلاقي التوعية عم يزداد أكثر وأكثر. سيدة سامية، كيف ممكن أي سيدة تلجأ للجمعية، وكيف ملاقي الإقبال على الجمعية والنتائج والإنجازات اللي عملتوهم بجمعيتكم؟ هلا نحن لما بلشنا نحكي بقصة الماموغرام أو التوعية وشهر مبكر كان يعني ما كان حدا لسه سمعان. هلا مرة سنة عن سنة نسبة السيدات اللي عم توصل لهم الفكرة أو عم يتقبلوا الفكرة صارت أكثر بكثير، خصوصي السنة الماضية والسنة لما صارت الحملة الوطنية على مستوى سوريا وصارت الموجودة الإعلانات والبرامج مثل ما حضرتكم عم تعملوا بكل المحطات، فهالشغلة الرسالة وصلت أكثر بكثير، صارت العالم تتقبل فكرة الكشف المبكر، وصار إنه الحمد لله إنه عم تلتقى نسبة الإصابة بقياسات أصغر بكتير من أول ما عم تلتقى. هالشي كتير بيساعد السيدة على الشفاء التام وممكن تخفف لها معاناتها. فنحن في تواصل، نحن عنا صفحة للجمعية على الفيسبوك وعنا رقم هاتف دائما كمان منرد عليه منتجاوب أو أي سؤال نحن ممكن نوجهها وين تروح شو تعمل، أي أقرب محل تفحص حالها بدها أي شيء دعم نفسي، ممكن أي شيء ممكن نقدم لها. يعني بنحاول جهدنا نقدم إنه نساعدها باللي هي بدها اياه. ست سامية، السنة حملة التوعية هي تحت عنوان فيكي تنتصري على السرطان. ومن خلال تجربتك خلينا نحكي عن نقطة كتير مهمة، دائما المريض بيتكمش بنقطة من الأمل أو بصير هيك لحاله بيفكر كيف بدي أنا أنقذ حالي وأنقذ حياة عائلتي، وممكن يلجأ بعض الأحيان لشيء على السوشيال ميديا أو لحكي جارة أو لمداوات بأعشاب يمكن هي قصص تجارية وغير موجودة أصلا وغير شافية أصلا. خلينا نحكي عن هالنقطة. هلأ هي أهم شيء هي سيدة تقوي حالة، يعني أنه تعرف أنه هي لها كتير أثر مهم بحياة اللي حواليها، وأنه هي فيها تشفى الشفاء التام إذا هي تعالجت. فيعني هي ولازم، هلأ نحن دائما كمان بيقولوا الأطباء أنه نحن الحمد لله ما كتير عنا من وراء الإيمان اللي عنا ببلادنا، فكتير عنا نسبة شفاء أعلى، لانه السيدات كلهم وحتى يا كلياتنا بنقول انه نحن خلص الله هيك كاتب والحمد لله وان شاء الله بنتجاوز، يعني عندنا ايمان بالله، فهالشيء كثير بيساعد السيدات انه يقوا اكيد ويتجاوزوا هالمرحله. طبعا الدعم العائلي كثير مهم،
اللي هي انه تعرف حالها انه هي عضو هام لعائلتها للمجتمع لكل شيء حواليها، اهم شيء تكون قويه واكيد هي فيها تنتصر على السرطان، وتعرف انه فيها تنتصر على السرطان. تعرف انه نسبه العلاج 97%. نحن نماذج صرنا 20 سنه 15 سنه عايشين وموجودين، يعني بنقول كلمه السرطان وبالعكس هالشيء بده حيطلعها وحتشوف بعدين حتطلع اقوى، تعرف قيمة الحياة أكثر، تعرف قيمة كل شيء حواليها أكثر. أكيد قيمة الحياة وكل شيء وكل سيدة فيها تنتصر على السرطان، وأنت أكبر مثال. شكرا لك، شكرا لوجودك معنا والحمد لله على سلامتك. شكرا لكل جهودكم، شكرا لك ورسالتكم. شكرا لك ولجهودك أكيد بالجمعية، والله يشفي جميع ويبعد هالمرض البشع عن الكل. شكرا كثير لك.